السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. رجعنا لكم فيديو جديد من ضمن سلسلة النباتات الزينية المزهرة، واليوم حديثنا عن نبات مميز كتير وجميل جدا، هو نبات الجورة القزمة أو جورة السياج القزمة. هذا النبات فريد من نوعه لأنه بيشبه الورد الجوري بكل شيء، ولكن بنسخة أصغر، الأوراق أصغر من أوراق الورد الجوري، والأزهار نفس الأزهار ولكن أصغر. فسبحان الله، قبل ما نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا أنكم تحطونا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وأن نفعل زر الجرس. وهلأ خلونا نبلش. الجوري القزمة واحد من أجمل الأنواع المزهرة اللي بنستخدمه نحن عادة بتنسيق الحدائق بتحديد الأحواض، لأنه يعتبر نبات سياجي بإمكانه التداخل مع بعضه، له عدة ألوان ممكن يشكلنا سياج قصير للحديقة جميل جدا، لأنه هذا النبات ارتفاعه ما بيتجاوز النصف متر أو حتى أقل من النصف متر، لأنه هو عبارة عن ورد قزمة مشابه تماما للورد الجوري، ومتوفر منه عدة ألوان توصل ل 20 لون مثل الألوان اللي عم تشوفوها حاليا. طبعا ظروف العناية بهذا النبات شبيهة كتير بظروف العناية بالورد الجوري العادي، فمن ناحية الإضاءة والشمس فهو بيحتاج لأشعة شمس كاملة أو أشعة شمس مباشرة، ووجوده بمكان غير معرض لأشعة الشمس المباشرة بيؤدي لتطاول النبات وعدم تشكل الأزهار، وأيضا إصابته بفطريات البياض الدقيقة والبياض الزغبي. لهيك لازم نختار له مكان بالحديقة أو على البلكوني إذا تحبوا تزرعوه بقصيص أو شف قابل للزراعة، تشكلوا عدة ألوان مثل ما أنا عامل، اللون الأبيض اللي لسه ما فتح واللون الأحمر بيطلع معكم منظر جميل جدا. لهيك إذا كنتم تختاروا مكان لهذا النبات لابد أنكم تختاروا مكان فيه أشعة الشمس كاملة أو على الأقل يتعرض لأشعة الشمس الكاملة لمدة 6 ساعات يوميا. أما من ناحية الرطوبة فالنبات بيستجيب بشكل كبير للرطوبة، ولكن السقاية بتكون عند جفاف أكثر فقط، لأنه كثرة المياه بالنسبة لهذا النوع بتقلل عدد الأزهار وممكن تؤدي إلى تساقط الأزهار. لهيك بنقوم نحن بتحسس أول 5 سنتيمتر من التربة، إذا لقيناها ناشفة بنقوم بالسقاية، أما إذا لقيناها رطبة فما بنقوم بعملية السقاية. اما عن التربه المناسبه لهذا النبات فالنبات بيزدهر بجميع انواع التراب، وما عنده اي مشكله بنوع التربه سواء كانت خفيفه ام ثقيله ام طينيه ام تربه فقيره ام تربه غنيه، ولكن من ناحيه السماد العضوي كثير مفيد له، وخاصه بالفترات قبيل فصل الربيع بنقوم باضافه السماد وتقليب التراب حوالي النبات، كثير هي خطوه مفيده مشان النبات يزدهر ويعطينا افرع ونموات جديده. وايضا السماد الكيميائي بفترات الصيف والربيع كثير مفيد، وهو سماد MBK المتوازن 20-20-20 اللي بيعطينا كميه البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين بشكل متعادل. وانا قبل هالمره حكيت بحلقه مفصله عن التسميد بسماد MBK العشرينات، راح اترك لكم رابط الفيديو راح يطلع هون بعلامه الاي، وراح اترك لكم اياه تحت بصندوق الوصف. واحد من اسرار انه هذا النبات يضل ناجح عندنا ويضل مزدهر ويعطينا ازهار جديده بكل سنه، لانه هذا النبات معمر ما هو نبات حولي مثل ما بيعتقد البعض، انه نقوم بعمليه التقليم وخاصه قبيل فصل الربيع، يعني بعد انقضاء فترة الصقيع، مشان نحن نشوف كل الأفرع اللي تضررت بحرارة الصقيع نقوم بتقليمها. والتقليم بيكون تقليم جائر بحيث انه ما نترك نحن غير حوالي 10 سنتيمتر من النبات او 5 سنتيمتر من النبات، ولا تخافوا على النبات لانه راح يرجع يفرع ويعطينا خلفات جديده وراح يعطينا نموات اقوى من هاي النموات اللي قمنا بازالتها. فلهيك بفترات التقليم جوروا على هذا النبات، فكل ما جرتوا عليه اكثر كل ما اعطى افرع جديده اكثر وافرع قويه مزهره اكثر. اما من ناحيه الاكثار فطريقه اكثار الورد الجوري القزمي شبيهه بشكل كبير بطريقه اكثار الورد الجوري العادي، فلهيك ما رح اعيدها لانه انا حكيت عنها قبل هالمره بفيديو مفصل جاب كثير تفاعل منكم، راح اترك لكم رابط الفيديو راح يطلع لكم هون بعلامه الاي او تحت بصندوق الوصف. الطريقه ببساطه هي طريقه العقل الساقيه، لانه طريقه البذور كثير بطيئه جدا باكثار الورد الجوري، فلهيك ما حد بيستخدمها. طريقه العقل الساقيه خلال 2 أو 3 أشهر بصير عندك نباتات جديده ابتداء من عقل قصيره بطول 4-5 سنتيمتر من هذا النبات. بالنهاية بحب لكم انه هذا نبات كتير جميل جدا، سواء كنت تستخدموه كنبات زيني، كنبات بالاحواض، او كنبات سياجي محدد قصير ممكن انه يتداخل مع بعض ويعطيك منظر ورونق جميل كتير لحديقتك. اذا كان عندكم سؤال عن هذا النبات او النباتات السابقة اتركوا لي تحت بالتعليقات، ولا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك للفيديو. صلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.